الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لي ولدان، أحدهما عمره 22 سنة ويدرس في الجامعة، والآخر في الثانوية وعمره 17 سنة، ويتقاضى مكافأة قدرها نحو 700 ريال، والأول ليس له مكافأة ولا دخل، ويدرس في الرياض ويسكن في شقة. والسؤال: أن ابني الصغير يقول: يجب أن تنفق علي كما تنفق على أخي الكبير، بالرغم من فارق السن والظروف التي تتطلبها عليهما، فكيف تكون النفقة على هذين الولدين؟ النفقة بقدر الحاجة، تنفق على كل واحد بقدر حاجته، وبعضهم يكون أكثر حاجة من بعض، أو لازم تسوي بينهم في النفقة، بل تنفق على كل واحد بقدر حاجته. ولا شك أن النفقة على الطفل ما هي مثل النفقة على الكبير، النفقة على الكبير أكثر، فتنفق على كل واحد بقدر حاجته، وهذا هو العدل، هذا هو العدل في النفقة. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.